تنازل من أجل الوطن أم تسوية على حسابه؟ تساؤل عريض حول زيارة مترشحين للرئاسة لبنغازي ولقائهم بحفتر. فبعد أن بات الحديث عن استحقاق ديسمبر من الماضي، يعقد اللقاء وتطرح معه تساؤلات أخرى حول الأهداف المراد تحقيقها من هذا الاجتماع الذي دعا إليه حفتر وفي منطقة نفوذه، وكيف ستنعكس على مكانة كل من شارك فيه وعلى الأجسام الموجودة حاليا، وأي ردود فعل متوقعة، وهل تصح التنازلات دون حل كل الخلافات ومراعاة كل المسارات؟ نناقش كل ذلك في حوار الليلة عقب نشرة مفصلة نتعرف على عناوينها مع الزميلة أماني عمر. إليك يا أماني. شكرا نبيلة. إذن تتابعونا في عناوين الليلة. في لقاء نوعي، المترشحان للرئاسة فتحي باشاغا ومعتيك يقابلان حفتر ومترشحين آخرين في بنغازي. البعثة الأممية تعرب عن قلقها من توترات في العاصمة وتنفي إشاعة إخلاء أي مقر لها في ليبيا. إعلان القوة القاهرة على 4 حقول نفطية، والكهرباء تحذر من تداعيات ذلك على الشبكة. يشاركني في تقديم نشرة الليلة علي نشوان. وفي نقطة نقاش نتابع مشاهدينا، وصول أكثر من 1,100,000 جرعة من لقاح فايزر وفق ما أكده مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، الذي أوضح أن هذه الشحنة جاءت كدعم من الحكومة الأمريكية. وعقب استلامها في طرابلس، لفت السائح إلى اتفاق ليبيا مع الحكومة الأمريكية على مدها بمليون جرعة أخرى مطلع العام المقبل. فإلى أي حد تشجع هذه الشحنات على أخذ اللقاح؟ وماذا عن موعد وصول بقية اللقاحات التي تشهد نقصاً في البلاد؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، سنتعرف عليها مع محمد اليونسي ومازن رجوبة. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه يؤكدان التزامهما بخريطة توحيد المصرف المركزي. ولدينا في الجولة الرياضية، اكتمال صيانة ملعب المدينة الرياضية الخمس، ولجنة المسابقات تعتمد الملعب لاستضافة مباريات المجموعة الثانية. كانت هذه أبرز ملفات إخبارية لهذه الليلة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد عدد من المترشحين للرئاسة بينهم فتحي باشاغا وأحمد معتيك إلى جانب حفتر من بنغازي، شددوا جميعا على المصلحة الوطنية الجامعة بوصفها فوق كل اعتبار وفق تعبيرهم. وأضاف المترشحون لرئاسة ليبيا في بيان مشترك تلاه باشاغا أن زيارتهم للمدينة جاءت لتوحيد الجهود الوطنية وبدعوة من المترشح الرئاسي خليفة حفتر وفق تعبيرهم، لافتين إلى اتفاقهم على المصالحة الوطنية خيارا وطنيا جامعا لا تراجع عنه للم الشمل حسب تعبيرهم. بشكل غير متوقع، وصل عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لمدينة بنغازي، كان على رأسهم فتحي باشاغا وأحمد معتيك لعقد لقاء مع كل من حفتر والشريف الوافي وعدد آخر من المترشحين. اجتماع المترشحين هذا اختتم ببيان مشترك تلاه فتحي باشاغا، تم التأكيد فيه على 3 نقاط للتعامل مع التحديات التي تمر بها ليبيا. كما شدد البيان الذي نتج عن هذا اللقاء اللافت والذي جاء بدعوة من حفتر، شدد على أن هذا اللقاء جاء أيضا احتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي ينتظرون يوم الاقتراع حسب ما نص البيان. بدعوة كريمة من المترشح الرئاسي السيد خليفة حفتر، اجتمع عدد من المترشحين لرئاسة ليبيا في مدينة بنغازي، اتفقوا على المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار. 2، المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه. البيان أيضا أظهر اللقاء على صورة مبادرة وطنية تسعى لتوسيع دائرة التوافق والتواصل، كما أكد البيان
على أن المصالحة الوطنية خيار ضروري حسب نص البيان. الزيارات النوعية هذه والتي جاءت بين تطورات إقليمية شهدت تقاربا غير مسبوق بين المحاور المنخرطة في الأزمة الليبية وتوج بالتقارب الإماراتي التركي عالي المستوى. كما سبق لقاء بنغازي حراك نشط لمستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز وتحركات للسفير الأمريكي دعمت بوضوح الاستمرار في المسار الانتخابي. إذن لقاء حفتر بباقي المترشحين يأتي أيضا في سياق السباق الانتخابي، غير أن السؤال الذي يطرحه العديد من المراقبين حول جدوى هذا اللقاء وكيف سينعكس على المشهد الليبي الذي يكسوه الضباب في أكثر من جانب. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر خدمة سكايب من طرابلس الصحفي السيد بدر شنيبة. سيد بدر أهلا بك. إذن بداية، أي دلالات للقاء المرشحين للرئاسة باشا غام عتيق وحفتر في بنغازي في هذا التوقيت سيد بدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهدينك الكرام. أعتقد هذه إشارة أن هناك أطراف في ليبيا تحاول الآن يعني العمل على تشكيل تكتلات سياسية جديدة تحافظ على مصالحها التي كانت تسعى إلى الحصول عليها عبر العملية الانتخابية، بالتالي هذا خرق جديد في جبهات الكتل الليبية يعني المعتادة، يعني المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية بقيادة حفتر ومنطقة الغربية يعني بعدة قيادات، الآن قيادات ما يسمى ببركان الغضب سابقا، الآن أصبحت هذا التكتل بكل تأكيد انقسم على نفسه، وأصبح هناك مجموعة من الشخصيات السياسية تسعى إلى مد جسور التواصل مع الطرف الآخر والذي كان معادي لها حفتر، والذي كان ترفض الحوار معه وترفض حتى جلوس على الطاولة واحدة معه. الآن هذه الأطراف تم التقريب بينها وبين حفتر، والآن تسعى إلى صنع تكتل جديد يعني تشكيل مصالحها والحفاظ على مصالحها في المرحلة القادمة، خاصة بعد تأجيل الانتخابات. تأجيل الانتخابات أصبح أمر واقع الآن، بالتالي هذا فرض حالة جديدة على الأطراف الليبية للسعي على بحث عن مصالحها في مكان آخر، كان يعني أن يحبذ أن تكون عن طريق الانتخابات وعن طريق ترشح الحر، لكن الآن أصبح هناك عودة إلى التحالفات السياسية والمحاولة أيضا حتى إغلاق الطريق أو سد الطريق على الأطراف الأخرى للحصول على مكاسب الأخرى. طيب، ما الظروف التي أدت إلى انعقاد هذا اللقاء سيد بدر؟ هل ربما مشاورات ستيفاني لها علاقة بذلك؟ من وجهة نظري أعتقد هذه الاتصالات هي بدأت منذ فترة، بدأت معالمها في مرحلة ملتقى الحوار في جنيف، حيث تحالف سيد بشاغة مع عقيلة صالح وسيف النصر وغيره وأيضا بعض الشخصيات الأخرى في كتلة أو في قائمة واحدة. للأسف يعني لم يتحصل على هذا التصويت في جنيف، ولكن هذه الاتصالات يبدو أنها تواصلت، ومع التغير الأوضاع الإقليمية في ليبيا وفي المنطقة، التقارب التركي والمصري والإماراتي مع القطري، بالتالي هذا أمر فتح المجال أمام الأطراف الليبية للتحرر قليلا والاقتراب أكثر. أيضا هناك الظروف الداخلية أيضا في الانتخابات، يعني ترشح عبد الحميد بيبة وسيف الإسلام وظهورهم كأرقام جديدة في الساحة الليبية، أيضا هذا دفع بعض الأطراف إلى التحرك بطريقة غير اعتيادية للحفاظ على مصالحها. الأطراف التي شاهدناها اليوم في بنغازي هي أطراف طالما يعني تزعمت المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، بالتالي هي تخشى عن مصالحها من شخصيات جديدة تظهر الساحه يعني تقصيها، ولكن ولذلك هي اقتربت لبعضها من اجل مصالحها والحفاظ عليها. طيب، الان الانتخابات تاجلت والجهات المسؤوله تتنصل من اعلان ذلك رسميا للشعب الليبي، وفي المقابل لدينا لقاء غير متوقع بين المترشحين ابرزهم باشاغا ومعتيق وحفتر. الى اين يذهب المشهد وفق رؤيتك سيد بدر؟ هناك يعني محاولات من المجتمع الدولي للحفاظ على ماء وجهه وتأجيل أو إعلان موعد جديد للانتخابات القادمة، أو حتى تكون انتخابات برلمانية في أضعف تقدير، لكن هناك بعض الأطراف الآن تحاول تشكيل تحالفات جديدة والالتفاف على المسار الانتخابي دعنا نقول، ولي يعني الحفاظ والدور على المشهد القفز
لتزعم الساحة السياسية. أعتقد الآن الحديث سيكون حول تشكيل حكومة تنفيذية أو سلطة تنفيذية جديدة، وينتقل الحوار من موعد جديد الانتخابات إلى تشكيل هذا الجسم والحصول على دعم كافي لدعمه وتشكيله. بالتالي مسؤولية ستيفاني ويليامز الآن حساسة وحرجة، كون أنها الآن تواجه ضغط أطراف داخلية لتشكيل صورة جديدة والبحث عن جديدة، بينما هي تسعى للحفاظ على خارطة طريقها والثمانية عشر شهرا المحددة فيها، وبالتالي عودة الانتصار والانتخابات القادمة حملة بالكثير، خاصة مع آراء ظهور الأطراف الدولية ودورها، خاصة الدور التركي والدور الروسي في هذا التفاعل. نعم، الصحفي السيد بدر شنيبة كنت معي عبر خدمة سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها مما وصفتها بالتطورات الأمنية الجارية في طرابلس، مضيفة أن تحركات المجموعات المختلفة الأخيرة تخلق حالة من التوتر. ودعت البعثة في بيان لها الجهات الفاعلة إلى ضبط النفس والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يمكن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة، مؤكدة استمرار عمل المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز حاليا مع الأطراف المعنية في البلاد لتحقيق هذا الهدف. سواتر ترابية وشوارع مغلقة وتحركات عسكرية هنا في العاصمة، فماذا يحدث؟ تطل عدة أسئلة وتدور هناك في السوشيال ميديا جملة من الشائعات تهول الحدث أو تهونه، وترد عليها الجهات المعنية على غرار البعثة الأممية التي نفت أنباء إخلائها لمقراتها. طرقات مغلقة في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير، واستنفار عسكري في عين زارة وفق شهود عيان، وحواجز ترابية بالمنطقة نفسها تقابلها تحركات عسكرية في منطقة السدرة وطريق الشوك. ناطق الداخلية صرح للأحرار وقال إن الوزارة بعيدة عن التجاذبات السياسية وهمها حفظ الأرواح والممتلكات، وزاد أن الطرقات المقفلة في عين زارة وشارع الزاوية امتدادا إلى جزيرة باب بن غشير، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن الشائعات. البعثة بدورها علقت وفندت إخلاءها لمقارها وحذرت من الشائعات ونفت امتلاكها أساسا مقرا بعين زارة، لكن حذرت أيضا من عواقب الحراك العسكري بطرابلس ووصفته بالمقوض لمكاسب ليبيا ونوهت لاحتمال تحوله إلى صراع. التحركات أعقبت إقالة عبد الباسط مروان من مهامه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية بقرار من الرئاسي بوصفه قائدا للجيش، عقب شهرين من إعطائه أوامر لجهاز دعم الاستقرار بالهجوم على الكتيبة 444 في معسكر التكبالي، تلت تحقيقات ومساءلات من الرئاسي ورئيس الحكومة. تهدأ الأوضاع وتتوتر في العاصمة دون أي صدام أو اندلاع أي أحداث عسكرية، في ترقب للقادم ووعي مسبق عن تجربة بعواقب أي تصعيد. هذا ونفت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية ما جرى تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة في طرابلس. وأضافت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أن ما تم تداوله شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم الإدلاء بأي تصريح من قبل الوزارة أو مراقبي التعليم. هذا وطالبت الوزارة المواطنين بتحري الحقيقة وعدم تصديق الشائعات التي تسعى لنشر الفوضى في البلاد وفق نص البيان. رصدت كاميرا ليبيا الأحرار هدوء الأوضاع جنوب العاصمة وخاصة في منطقة عين زارة. الزميل عبد الرحيم عطية وقف على الوضع بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. حدثت في ساعات الصباح اليوم وليلة البارحة بعض التوترات الأمنية من قبل بعض التشكيلات الأمنية هنا في منطقة جنوب العاصمة. نحن نتواجد حاليا في منطقة عين زارة ما بعد جزيرة الفرناج، الوضع طبيعي، حركة السيارات طبيعية، حركة الناس اعتيادية، الوضع هادئ، لم تكن هناك أي بوادر سابقة لمثل هذه التوترات الأمنية يوم الأمس وليلة البارحة. هذا الأمر حدث بشكل مفاجئ صباح اليوم، هناك تشكيلات أمنية في جنوب طرابلس خرجت
في محيط عين زارة وفي منطقة الفرناج وكذلك شارع السيدي، لكن الآن الأمور في طريقها إلى الهدوء، لا يوجد أي إطلاق نار ما بين هذه التشكيلات الأمنية. حركة الناس كما كنا وكما أسلفنا أنها اعتيادية، هنا المدارس اشتغلت اليوم في الصباح وكذلك هنا في الفترة المسائية، هناك ازدحام بسيط على محطات الوقود، الناس تتزود بالوقود في منطقة وسط العاصمة هناك فيها ازدحام، أما أطراف العاصمة كل الأمور طبيعية وعلى أحسن ما يرام. نظم لواء الصمود في مدينة مصراتة بمشاركة عدد من كتائب ثوار المدينة استعراضا بالآليات العسكرية والمعدات والأسلحة بشارع طرابلس، مرورا من أمام معرض ليبيا لصور الشهداء والمفقودين والجرحى. وأعقب الاستعراض بيان لقيادة ثوار مصرات أكدوا من خلاله ثباتهم على مبدأ الدفاع عن الثورة والوطن وحريته، مذكرين بالتضحيات التي قدموها لتحقيق حرية الوطن من براثن الجور والديكتاتورية وقرارهم خوض معركة التصحيح بإبعاد كل الأجسام المشبوهة التي أوصلت الوطن إلى هذه المرحلة الخطيرة. وعاهد الثوار في بيانهم أسر الشهداء والمفقودين والجرحى والمبتورين بعدم التفريط في تضحيات أبنائهم ورفضهم القاطع لإجراء أي انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية وإقرار دستور للبلاد وفق بيانهم. نحن نرفض رفضا قاطعا إقامة انتخابات رئاسية قبل إنجاز الدستور. اثنين، ندعو الانتخابات برلمانية مشروطة ومستعجلة لإخراج البلاد من هذا الانسداد السياسي. ثلاثة، نطالب المجتمع الدولي والبعثة بالتوقف عن المساهمة في تدمير ليبيا بإصرارهم على اختزال المشهد الليبي في مجرمين وأجسام احتكرت الشرعية بكل الباطل. في سياق متصل، أعطى رئيس مفوضيات الانتخابات عماد السايح تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها. وأوصى السايح في رسالة له باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على جاهزية العمليات والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات، مشددا على ضرورة تسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للانتخابات بما لا يتجاوز نهاية ديسمبر. وطلب رئيس المفوضية بعدم تجديد كافة العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم وفق نص الرسالة. حذرت هيئة صياغة مشروع الدستور في خطاب إلى جهات أممية ودولية، حذرت من مخاطر تجاوزها في أي خارطة مستقبلية. ونوهت الهيئة في مراسلاتها إلى الأمين العام الأممي غوتيريش ومستشارته الخاصة ستيفاني ويليامز وأعضاء مجلس الأمن إلى أنها الجهة المنتخبة والمخولة دستوريا بإنجاز الاستحقاق الدستوري، وأن تجاوزها يعمق الأزمة ويكرس لمزيد من الانقسام ويؤثر سلبا على المساعي الدولية إلى تسوية الأزمة. وأشارت الهيئة على لسان رئيسها إلى تشكيلها لجنة للتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية الدستورية لإنهاء هذا المسار. لوح السفير الأمريكي والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند بعقوبات دولية على معرقلي العملية الانتخابية عبر أي عمل مسلح. وأضاف نورلاند في مؤتمر صحفي الاثنين أن أي شخص أو جهة تلوح باستخدام العنف أو أي وسيلة عنيفة قد تؤثر في نجاح الانتخابات أو سيرها بشكل صحيح سيكونون عرضة للعقوبات ليس فقط من الولايات المتحدة بل من المجتمع الدولي وفق تعبيره. Well, those anybody who is promoting violence or trying to support violent efforts to obstruct the elections will run the threat of sanctions not just from the United States but from the international community. أي شخص أو جهة قد تلوح باستخدام العنف أو أي طريقة من الطرق العنيفة التي قد تؤثر في نجاح انتخابات أو سيرها بالشكل الصحيح ف. هم بلا شك عرضة لعقوبات ليس فقط من الولايات المتحدة بل أيضا من المجتمع الدولي.
أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا اضطرارهم إلى إعلان حالة القوة القاهرة على حقول الشرارة والفيل والوفاء والأحمادة بعد أن أصبح من المستحيل تنفيذ التزاماتهم تجاه السوق النفطية. هذا وكان عدد من أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية قد أغلقوا عدد من الحقول النفطية للمطالبة بصرف أرقام عسكرية وعلاوات مالية إضافة إلى مطالب أخرى. التقرير والتفاصيل. بعد ساعات على إغلاق عدد من الحقول النفطية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اضطرارها لفرض حالة القوة القاهرة بعد أن أصبح من المستحيل تنفيذ التزاماتها تجاه السوق النفطية وفق قولها. رئيس المؤسسة مصطفى صنعلا قال إن إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والأحمادة وما يسببه من فقدان أكثر من 300 ألف برميل يوميا من قبل أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية هو إهدار لثروات البلاد وإفقار للشعب الليبي، معلنا أنه لا يمكن القبول أو غض الطرف عن هذه الممارسات التي تتسبب في معاناة المواطنين، منوها إلى عزمه إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المغلقين. على الجانب الفني، أكد صنعلا أنهم سيضطرون خلال أيام إلى إيقاف مصفات الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية بالمحروقات، إلى جانب إعلان الشركة العامة للكهرباء عن فقدان 2500 ميجاوات بسبب توقف الغاز عن محطات الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة. ويطالب العناصر الذين أقفلوا الحقول النفطية بصرف أرقام عسكرية وفتح طريق خاص بهم ما بين حقلي الأحماد والفيل، إلى جانب صرف علاوات مالية وفق تصريحات المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية الذي وصف المطالبات بالتعجيزية. هذا ويشهد قطاع النفط في هذه الآونة سجالا ومناكفات بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة مصطفى صنعلا على خلفية قيام الأخير بإصدار قرارات تقضي بتغيير أعضاء مجالس بعض الشركات النفطية، الأمر الذي رفضه وزير النفط بحجة أنه موقوف عن العمل بقرار منه، لتبقى مناكفات الرجلين تلقي بظلالها على وضع الشركات النفطية والعاملين بها. استنكر رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الذيب حالة الاعتصامات غير القانونية من حالات إقفال الحقول النفطية وغيرها، واصفا ذلك بالعمل غير المسؤول. وأشاد العميد علي الذيب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار بالدور الهام الذي يبديه الجهاز في حماية الأماكن الحيوية بالبلاد. القصة صارت شوية في حقل الوفاء، لكن إن شاء الله نتغلبوا على الموضوع، وإن شاء الله الناس اللي معتصمة أو قافلة ما يكونش الاعتصام هيك، ما يكونش بالطريقة هذه. هذا قوت الشعب الليبي، وإحنا أمس جميع السرايا اللي تتبع جهاز حرس منشآت نفطية دارت بيانات إنه ضد الإقفالات، وضد إقفالات إحنا حرس منشآت نفطية للتأمين والحماية والحراسة، مش لإقفال الحقول. هذا وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن إغلاق حرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام والمكثف سيؤدي إلى فقد نحو 2500 ميجاوات من الإنتاج الإجمالي للشبكة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى إيقاف التغذية لعدد من محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الرئيسي لتشغيل محطات كل من الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة. كما أكدت الشركة أن الإغلاق ستترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وسيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال. الآن مشاهدينا، هذه جولة في أهم الأخبار الاقتصادية. رفقة الزميل محمد اليونسي، إليك محمد. إليك محمد. ذكر المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند أن محافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير ونائبه علي الحبري أكدا التزامهما بخارطة توحيد المصرف التي جهزتها لهم شركة ديلويت التي أجرت المراجعة والتقييم للجسمين.
وتابع نورنالد في مؤتمر صحفي أن توحيد المصرف جزء يسير من خطة توحيد المؤسسات الليبية وأبرزها الاقتصادية والأمنية والسياسية نحو تسهيل ملف الوحدة الوطنية. The audit done by Deloitte has given them a roadmap now for that process. والمراجعة وتقرير التقييم الذي قامت به ديلويت جهز لهم خارطة الطريق ليتبعوها الآن من أجل هذا التوحيد. They have indicated they plan to form to work together intensively to carry out that roadmap, and we want to support them. وأكد كلاهما أنهما ملتزمان بالعمل على هذه الخارطة و. أنهما سيكثفان الجهود من أجل ذلك ونحن ملتزمون بدعمهما. حذر رئيس اتحاد المصريين بالخارج عادل حنفي بعد إعلان الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارتا القوى العاملة في مصر وليبيا من استغلال العمالة المصرية في ليبيا. المزيد في التقرير التالي. ينتظر الليبيون استقرار البلاد وعودة الحياة إليها من جديد وإعادة الإعمار في المدن والمناطق التي تضررت جراء العديد من الحروب والتي قد تكلف الدولة أكثر من 100 مليار دولار وفق تقديرات سابقة لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلام لغويل. في ظل هذه الأوضاع دشنت وزارة العمل والتأهيل الربط الإلكتروني بين دولة ليبيا وجمهورية مصر لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، حيث أكد الوزير رضا العابد على حاجة ليبيا إلى قرابة مليون عامل مصري لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن تسجيلهم سيتم عبر منظومة الربط الإلكتروني، مشددا خلال مؤتمر صحفي في القاهرة على أن الوزارة لن تستطيع حماية العمالة التي تدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد. من جهته حذر رئيس اتحاد المصريين بالخارج عادل حنفي من استغلال العمالة المصرية في ليبيا، مضيفا أن ليبيا شهدت في السنوات الأخيرة تدفقا غير مقنن للعمالة المصرية، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من السلبيات والوقوع في براثن سماسرة الهجرة غير نظامية واستغلالهم أسوأ استغلال واختطاف مصريين مهاجرين في بعض الأحيان وطلب أموال كفدية مقابل إطلاق سراحهم وفي حالات أخرى إلى إهدار حقوقهم المالية. وطالب حنفي الدولة المصرية بأن تتدخل وتنسق مع السلطات في ليبيا حفاظا على أرواح وحقوق المصريين المادية والمعنوية، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة بين وزارتي العمل ستنعكس إيجابا على حجم تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا، واصفا إياها بالأرض الخصبة لاستيعاب الملايين من العمالة المصرية. وشهدت العلاقات الاقتصادية الليبية المصرية التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة في العديد من المجالات، خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات بما يعادل 33 مليار دولار في سبتمبر الماضي. هذا وناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الأحويج مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، ناقش تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية. جاء ذلك خلال لقاء الاثنين تناول مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها تنشيط قطاع الاستثمار، إضافة إلى دور الوزارة خلال الفترة القادمة بخصوص المسار الاقتصادي. بحث مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة تقرير إدارة المخاطر بالإدارة العامة للمصرف عن الربع الثالث للعام الجاري. وتناول المصرف خلال اجتماع الاثنين متابعة وتوصيات لجنة الامتثال والمخاطر خلال الاجتماعات السابقة وأهمية إدارة المخاطر المصرفية ودورها الهام في التقليل من المخاطر المالية، مشددا على ضرورة العمل وفق المعايير الدولية للأنظمة المصرفية والمالية الممثلة في لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية، وذلك للحد والتقليل من حجم المخاطر المالية داخل المجموعة المصرفية بالساحل والصحراء. إلى السوق الموازية، حيث شهدت تداولات الثلاثاء ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي بنسبة 0.6% ليسجل 5.60 دنانير. هذا وكان سعر الصرف قد سجل في تداولات الاثنين ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي بنسبة 0.8% ليسجل 5.30 دنانير مختتما تداولاته عند نفس المستوى.
نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام، العودة الآن إلى الزميلين علي وأماني، إليكما. شكرا محمد. شكرا محمد. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 543 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 8 آخرين، إلى جانب شفاء أكثر من 600 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وأشار المركز في نشرته اليومية للوضع الوبائي الثلاثاء إلى ارتفاع عدد المطاعمين بالجرعتين إلى أكثر من 790,000 شخص، فيما بلغ عدد المطاعمين بالجرعة الأولى أكثر من 1,800,000 مطعم. إذن بدورها، أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح بوصول 1,178,190 جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا كدعم من الحكومة الأمريكية. وأوضح السايح على صفحته الرسمية بفيسبوك أن الشحنة جرى استقبالها الاثنين رفقة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والممثل الخاص لمنظمة اليونسف في ليبيا. وأشار مدير مركز مكافحة الأمراض لأنه جرى الاتفاق مع نورلاند على مد ليبيا بمليون جرعة أخرى من لقاح فايزر مطلع العام القادم. وحول هذه الشحنات ينضم إلينا عبر الهاتف من زليط مدير إدارة التطعيمات بمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط السميو. سيد عبد الباسط، أهلا بك معنا. إذن بعد وصول أكثر من مليون جرعة من لقاح فايزر كدعم من الحكومة الأمريكية لليبيا، متى وكيف سيجري توزيعها؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. كما أسلفتم، فعلا وصلت كمية من هذا الطعم، طعم فايزر الأمريكي الألماني بالأمس، 1,198,490 جرعة. هذه كمية تعتبر ممتازة، بالإضافة إلى المخزون الكبير من طعم سينوفارم الصيني. هذه الشحنة طبعا تنتظر اللي هو جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية لإجراء التحاليل الضرورية والاختبارات الضرورية على هذه السفنة لإعطائها التصريح بالاستخدام في ليبيا، والذي نتوقع أن يكون خلال أسبوع أو 10 أيام إن شاء الله تعالى، ومن ثم يتم توزيعها على مختلف مناطق ومدن ليبيا، بداية عن طريق جهاز الإمداد الطبي إلى الفروع الأربع: طرابلس وبنغازي وكبها ومصراتة، ثم إلى المدن التابعة إلى هذه الفروع الأربع. طيب، هل ستوظف هذه الكميات ضمن الجرعة الأولى والثانية فقط، أم ستعطى أيضا كجرعة عزيزية ثالثة لبعض الفئات؟ نعم، هي طبعا كل ما ذكرت حضرتك هو صحيح، يعني طعم فايزر بالدرجة الأولى طبعا يستخدم لنساء الحوامل، لأن الموافقة من اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات بالنساء الحوامل على استخدام طعم فايزر فقط دون أي طعم آخر. ثم الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة يمكن استخدام طعم فايزر أو طعم سينوفارم الصيني، وأيضا كجرعة تعزيزية لمن سبق وأخذوا جرعتين ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر، خاصة الذين تعدت أعمارهم 50 سنة، وللعاملين بالقطاع الصحي، وأيضا للذين يعانون من أمراض مزمنة، وأيضا يمكن استعمالها الذين لم يتلقوا أي جرعات من أي نوع من الطعوم، جرعة أولى ومن ثم بعد ذلك جرعة ثانية من نفس الطعم. واضح. طيب، المركز الوطني أشار إلى وصول كميات أخرى في الأيام أو الأسابيع القادمة، خصوصا بداية العام المقبل، هل من تفاصيل عن هذه الجرعات ومتى ستصل بالضبط؟ نعم، هو الحقيقة لا توجد أعداد واضحة بالكميات التي ستصل، طبعا من نفس النوع من طعم فايزر، وأيضا التواريخ حتى الآن غير محددة. بالنسبة لأسترازينيكا حتى هو ما فيش معلومات عليه، خصوصا أنه يشهد نقص تقريبا في البلاد متوقعة، وأن التواريخ والكميات أيضا ما زالت غير محددة وغير مؤكدة أيضا من طعم أسترازينيكا. نعم، شكرا لك مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط السمي، وشكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نذهب إلى جولة رياضية مع زميل مازن رجوبة، إليك مازن. شكرا لكما.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اعتمدت لجنة مسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتمدت ملعب المدينة الرياضية الخمس لاستقبال مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز. لجنة المسابقات أعلنت اعتمادها الملعب الذي شهد عملية صيانة واسعة في الفترة الماضية ليخفف الضغط على أندية المجموعة الثانية والملاعب ويكون متاحا لاستضافة المباريات كبديل لملعب طرابلس الدولية الخاضع للصيانة. اختار مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة تحت سن 18 عاما رشيد إبراهيم اختار 14 لاعبا لخوض منافسة بطولة تونس الودية. منتخبنا الوطني سيتحول إلى تونس نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في البطولة المقررة ما بين 26 و29 من هذا الشهر بمشاركة منتخبي مالي والجزائر إضافة للمنتخب التونسي مستضيف البطولة. كلف رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش وليد المرغني رئيس للجنة مسابقات الاتحاد الليبي للعبة قرار اتحاد السلة شمل تكليف العرادي أو علي العرادي نائبا للمرغني في لجنة المسابقات فضلا عن استلام محمد الفقي رئاسة لجنة التحكيم ويوسف الصفراني للجنة الطعون والاحتجاجات. يشار إلى أن اتحاد اللعبة قد أعلن في وقت سابق إجراء قرعة مسابقة الموسم الجديد مطلع يناير القادم انطلاق المسابقة في 8 من ذات الشهر. وصل فريق الأهلي طرابلس صدارته لفرق المنطقة الثالثة من دوري الكرة الطائرة إثر فوزه على العروبة بثلاثة أشواط دون رد. فوز الأهلي عزز من رصيده في صدارة المنطقة الثالثة ب18 نقطة متقدما على فريق أساريا صاحب المركز الثاني ب15 نقطة بعد فوزه على الوحدة الوفات بثلاثة أشواط دون مقابل أيضا، بينما يأتي فريقي الاتحاد والجزيرة في المرتبة الثالثة وفي جعبة كل فريق 9 نقاط. طلب الاتحاد الليبي لرفع الأثقال وزارة الرياضة بسرعة صرف المستحقات المالية للوفد المشارك في البطولة العربية بالعراق. مصادر صحفية أشارت لعدم استلام بعثة المنتخب مستحقاتها المالية للمشاركة في البطولة التي تستضيفها العراق ما بين 25 من هذا الشهر وحتى 1 يناير القادم. يأتي هذا قبل أيام من سفر المنتخب إلى العراق والمشاركة ب13 رياضيا في المنافسات العربية. يواصل منتخبنا الوطني للغولف مشاركته في النسخة 40 من البطولة العربية بمصر بإنهائه 3 أيام البطولة في المركز 8. البطولة تشهد منافسة قوية بين الدول 11 المشاركة في هذه النسخة، وأنهى منتخبنا يومه الثالث ب493 ضربة حتى الآن جعلته 8 الترتيب. ختام جولتنا الرياضية إلى علي وأماني مرة أخرى. شكرا. استضافت نقابة المعلمين بجاد الثلاثاء اجتماعا لنقابات المعلمين بمدن جبل نفوسة بداية من مدينة غريان شرقا حتى مدينة تغدامس غربا، وذلك لمناقشة العمل النقابي والتنسيق بين النقابات في الجبل. وتناول الاجتماع الوقوف على أهم المشاكل التي تواجه المعلم من حقوقه وظروف عمله، إضافة إلى تأخر صرف المستحقات المالية المتعلقة بالزيادة. وأكد اجتماع نقابات المعلمين بالجبل على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين نقابات الجبل ضمن مبادرة لم شمل، بحيث تكون هناك لقاءات أخرى خلال المدة القادمة لمتابعة أوضاع المعلمين، لا سيما ما يتعلق بالتأمين الصحي للمعلم وعلاوة الحصة. المشاكل هذه حدت ولا حرج للمعلمين، وتطرقنا هيك في اجتماعنا لحل مشاكل المعلمين، وقلت كل وفقنا توفيق من الله ان حققنا جزء من مطالب المعلمين. ما زال الان عندنا طبعا هي هذه الكتاب المدرسي حقوق المعلمين، المشاكل اللي تعرض لها المعلم حتى اثناء عمله، هذه مشاكل المعاجز عليها الدولة، المفروض الدولة تدير حد للأمور هذه أن تهتم بالمعلم. أعلن جهاز المباحث الجنائية استخراج 6 جثث مجهولة الهوية عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين قرب منطقة مزدا. وأوضح الجهاز وفق ما نشرته صفحة وزارة الداخلية الاثنين أن اكتشاف المقبرتين جاء بعد ورود معلومات من مركز أمن غريان
تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة، مؤكدا أن العمل جار من قبل الفريق المختص على استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة. أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف شمال إفريقيا سباعة ونائبه احتياطيا على ذمة التحقيق. وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين يواجهان تهما بتعطيل تنفيذ قرارات تتعلق بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية، موضحا أن من بين التهم الموجهة إليهم إساءة استعمال السلطات الوظيفة لتحقيق منافع شخصية وتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام. وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهمين بناء على شكوى مقدمة من المدير العام لمصرف شمال إفريقيا، وأن التحقيقات أسفرت عن إثبات صحة الاتهامات الموجهة إليهما. أمر مكتب النائب العام بحبس القائم على إدارة شركة الدعم السريع للخدمات النفطية احتياطياً على ذمة التحقيق. وذكر مكتب النائب العام أن أمر الحبس جاء على خلفية حادثة خزان النفط العائم سلوق الذي خرج الفترة الماضية عن السيطرة وأدى إلى خطر الاصطدام به ورفع مستوى تلوث مياه البحر. وأضاف النائب العام أنه اتخذ مجموعة إجراءات تهدف إلى عدم تلوث البيئة وتوجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث. أقيمت بمدرج كلية القانون في مدينة ترهون الاثنين احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية بإشراف جامعة الزيتونة. وتهدف الاحتفالية إلى ترسيخ قيمة الانتماء للغة العربية والدفع بها حتى تكون لها المكانة التي تستحقها في مؤسسات الدولة. إحياءً لليوم العالمي للغة العربية، شهد مدرج كلية القانون في مدينة ترهونة احتفالية بهذه المناسبة تحت إشراف جامعة الزيتونة بالتعاون مع مجمع اللغة العربية وحضور عدد من الشعراء والأساتذة والمختصين في مجال اللغة العربية ولفيف من الطلبة الدارسين بأقسامها في الجامعة. هذه الاحتفالية هي احتفالية تشمل كل مناحى اللغة العربية في المجتمع العربي بشكل عام، المجتمع الليبي، ثم جامعة الزيتونة بشكل خاص. احنا قمنا بهذا العمل إحياء لذكرى من أو ابتهاج بيوم عالمي اللي هو يوم العالمي للغة العربية. احتفالية اليوم العالمي للغة العربية شهدت عددا من الجلسات شملت محاضرات علمية وتوعوية بأهميتها وبيانها وجمالها، ومحاضرات تعريفية بالمجمع العربي للغة العربية ودوره في العناية بها في كل مجالات العلم والثقافة والتربية. في هذا اليوم حاولنا تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية وأهمية الاهتمام بها وضرورتها في حياتنا اليومية، ونحاول بقدر الإمكان أن الاستفادة من اللغة العربية وتسليط الضوء للاهتمام بها. وضمن فعاليات الاحتفالية تم عرض الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة العربية في جامعة الزيتونة، كما أقيمت أمسية شعرية ألقى فيها عدد من شعراء الفصحى نماذج من إبداعاتهم الشعرية. اللغة العربية هي اللغة السادسة التي يحتفى بها عالميا من قبل الأمم المتحدة، ومن خلال هذا اليوم يتم التعريف باللغة العربية وأهميتها وأثرها التاريخي والحضاري. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، ترهونة. إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. نترككم الآن مع أهم ملفات الليلة مع نبيل إدخي. في أمان الله، إلى اللقاء. اتجهت الأنظار اليوم إلى بنغازي التي شهدت لقاءً جمع مترشحين للرئاسة، بينهم فتحي بشاغة وأحمد معتيق وحفتر. لقاء يأتي فيما لم تعلن أي جهة رسمية
تأجيل ما عرف باستحقاق 24 ديسمبر، لكن كل التحركات محليا ودوليا تقول إن الجميع يعمل على المرحلة التي تلي فشل تحقيق الاستحقاق. تحرك المترشحين واتجاههم نحو بنغازي ولقاء حفتر فتح تساؤلات كبيرة في الشارع الليبي وعند المتابعين للمشهد، فهل هو تنازل من أجل الوطن أم تسوية على حسابه؟